أهلا بكم. رغم نفي وزارة التجارة عدم فساد شحنة الرز، إلا أن سلطات البصرة والديوانية تؤكد أن الشحنة غير صالحة للاستخدام البشري. ما تعليقك؟ أراءكم في الفيسبوك جهاد الساعدي لا يشكل الكشف عن فساد هذه الصفقة سوى 1% من صفقات البطاقة التموينية، فلا ننسى مادة الطحين العفن والسيال التي تجهز للمواطن، ملف يجب الوقوف عنده من قبل هيئة النزاهة لكونها تشكل نسفا لمورد الدولة. مناف أبو الحسن، هناك بروتوكول عالمي يجب أن يكون موجود وينص على وجود عقد بين الطرفين العراقي ومصدر البيع، ومن خلال هذا العقد سنعرف أين الخلل، لأن هناك عدة نقاط يجب معرفتها قبل القرار ضد أي جهة. محمد علي جواد، إذا لم يطال الفساد سوى شحنة الرز لهان الأمر كثيرا، كيف وأن الفساد مستشري في وزارة التجارة من رأسها حتى أخمص قدميها؟ جعفر عبد السادة الشمري، النفي هو ديدن جميع مؤسسات الدولة حين ينكشف أمرها، ومن خلال الفيديوهات المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي يثبت تورط وزارة التجارة بهذه الشحنة الفاسدة والتي تحاول إخفاء معالمها عبر سرعة تفريغها وتحويلها إلى المحافظات. أراءكم في تويتر. حسين الشمري، منذ عام 2003 وزارة التجارة تستورد أسوأ المواد والمنتوجات، وكل من يفشي هذا الموضوع من الموظفين يتعرض للتهديد والملاحقة. على العكس، الحشد العراقي المفروض لجنة من أجهزة رقابية متعددة ومعهم فنيين يقيمون الحالة بعد الكشف وتحديد هل تم تبديل الشحنة أم هي تالفة أساسا والمسبب. محمد مزهر، المواطن يعيش في دوامة تصديق الوزارة أو تصديق السلطات المحلية. حسن جبار، السراي أصبح التزوير صفة ملازمة لتعاملات المسؤولين في العراق لأجل كسب السحت الحرام، وللأسف وزارة التجارة فيها صفقات مشبوهة كثيرة.